بالأمس احتفل السعوديين بيوم التأسيس اللي شفنا خلاله فعاليات وعروض فنية وثقافية وشعبية شملت كل المناطق. الاحتفالات تنوعت وكان نجمها كلها الزي التقليدي السعودي، فشفنا أزياء مختلف المناطق في الشوارع والفعاليات، مو بس المواطنين طبعا على فكرة، حتى المقيمين والزوار كمان، وطبعا من ضمنهم نجوم وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو اللي هنأ السعودية بيوم التأسيس ونشر فيديو لمشاركته في الاحتفالات كمان، وحقيقة كان منور. رونالدو بس، نادي الاتحاد كمان شارك صور لمدرب ولاعبي المحترفين بالزي السعودي احتفالا بيوم التأسيس.